نريد أن نقول، هل يمكن أن يوجد حديثان متعارضان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة لا. طيب ما الدليل؟ القرآن كله. طيب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لو كان من عند الله أو ما دام أنه من عند الله فلن تجدوا فيه اختلافا لا كثير ولا قليل، والسنة النبوية هي وحي ولا لا؟ إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كيف تفترض أنه سيوجد حديثان متعارضان؟ التعارض في الظاهر يعني في الذهن، أنت تظن أنهما متعارضان، وإلا في الحقيقة لا يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجد حديثان متعارضان في الظاهر فالأصل محاولة الجمع بينهما.